بنأكد على سبيل. شكرا. عدم تنبيه المتواصلة الصوتية لهم عشان عايز اخش بقى هزبط انا بقى هزبط بقى يا عم هزبط هزبط هنرد على مطلق سؤال هو السلمية. احنا حركة تقريبا اعلمنا ده مرارا باستمرار تقريبا الجملة اللي هقولها حضراتكم دلوقتي سمعتوها من هنا مش اقل من مليون مرة. احنا حركة تغيير سلمي، حركة شباب ست انتاج الجامعة الديمقراطية، حركة تهدف الى التغيير السلمي وتعتمد على اساليب حرب اللاعب. دعواتنا بتكون سلمية، الثورة كانت سلمية، كنا بنهتف سلمية، شبابنا كلهم اما طلبة، اما مهندسين، اما دكاترة، اما حتى عمال، وفي من ضمن شبابنا بيبقى فيه شباب بتعاني من بطالة، في شباب في الحقيقة، لكن في الأول وفي الآخر كل شباب الحركة بيتمتعوا بقدر معين من المسؤولية الوطنية وبقدر قدر معين من الإحساس بالانتماء لوطنهم والحفاظ عليه. كل دعواتنا بتبقى سلمية، كل تظاهراتنا بتبقى سلمية، الشباب الحركة اللي بيبتدوا بالعنف.